نشرة أخبار الثانية والربع من صوت لبنان مع تحيات باسمة أبو سرحال شاهين، جلاديس الخوري أنطونيوس والمخرج رودريك نمنم. عناوين النشرة: جلسة ثانية للحكومة لإقرار البيان الوزاري قبل المحطة التالية في مجلس النواب، والحريري يحدد برنامج الحكومة المستقبلي. المرحلة المقبلة في لبنان هي مرحلة عمل، وهي مرحلة واعدة فيها العديد من الفرص الاستثمارية. جولة لرئيس الوزراء الإيطالي في الربوع اللبنانية، وبري ينبه إلى موضوع التعدي الإسرائيلي على البلوك 9. من الضروري أنه نحذر الشركات، من بيناتهم شركة إني، وهذا الموضوع رح أثيره أنا بفرنسا مع الرئيس الفرنسي أيضا. ظريف في بيروت في نهاية الأسبوع، موسكو تؤكد عدم التنافس مع واشنطن في فنزويلا. بيقولوا ما حدا بيخلق معلم، لتعلم ولادك وتقدر تكفيلهم جامعات، بلش جمع ببرنامج سيف ستيبس من الاعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين ابتداء من $20 بالشهر، مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لعلمهم بكرة. للتخلص من أوجاع المفاصل والاحتكاك في الرقبة، الورك، الأصابع أو الركبة، ميجا هيرب من ماريناس يساعد على إعادة بناء غضاريف جديدة في المفاصل والفقرات، ويعطيك ليونة في الحركة، ويساعدك على التخلص من الألام المبرحة. متن الغضاريف والمفاصل بواسطة منتج ميجا هيرب من ماريناس. ميجا هيرب من ماريناس، كبسولات الجيلاتين النباتي لتقوية الغضاريف وتخفيف ألام الاحتكاك. مرخص من وزارة الصحة ومتوفر لدى الصيدليات. للاستعلام 70 444 444. وعم تسأليني ليش رايح جاي على الشياح؟ طبيعي، لأنه لشاركوتيه فتح بالشياح. كيلو فخاد دجاج بس ب1990 ليرة. اجتمعت الحكومة في جلسة هي الثانية لها منذ ولادتها لإقرار بيان وزاري كان صدى لسابقه مع بعض الإضافات قبل الانتقال إلى المحطة الثانية في مجلس النواب الأسبوع المقبل للمناقشة والتصويت على الثقة. اجتماع مجلس الوزراء سبقه تأكيد من رئيس الحكومة سعد الحريري أن المرحلة المقبلة هي مرحلة واعدة، وأن حكومته ملتزمة بالقرار 1701. في هذا الوقت برز تحذير من رئيس مجلس النواب من موضوع التعدي الإسرائيلي على حدود البلوك 9، لافتا إلى أنه نبه الشركات الإيطالية وسيحذر الفرنسيين قريبا من المس بالثروات النفطية اللبنانية. وسط هذه الأجواء انشغل الداخل اللبناني أيضا بزيارة رئيس الوزراء الإيطالي الذي جال بين بعبدة وعين التين والسرايا، مبديا الاستعداد لمؤازرة لبنان في كل الميادين ولاسيما سياسيا واقتصاديا. لكن البداية من جلسة مجلس الوزراء مباشرة مع الزميل مروان الأدوم. نعم باسمة، لا يزال مجلس الوزراء ملتئما في قصر عبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء. وكما بات معلوما أن هذه الجلسة اليوم مخصصة لإقرار البيان الوزاري لحكومة العمل، والتي صاغته اللجنة الوزارية برئاسة الحريري في غضون يومين. ومن المفترض أن لا تطول هذه الجلسة كون كل الجنود تم التوافق عليها في اللجنة في اليومين الماضيين، أي لجنة صياغة البيان الوزاري مع اعتراض القوى اللبنانية على البند المتعلق بالمقاومة. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون سهل الجلسة بالقول أن البيان الوزاري غطى كل المواضيع الأساسية ونأمل إنجازها وعدم إضاعة الوقت الوزراء لدى دخولهم. تحدث عدد منهم، فقال الوزير حاسباني: سنتحدث عن موضوع الشرعية للدفاع عن الأرض اللبنانية ضمن أطر الدولة التي تتشكل من أرض شعب ومؤسسات. أما الوزيرة مجدياء قالت: لو كانت نية حزب الله مواجهة المجتمع الدولي لما سمى وزيرا يصافح باليد ويضع عقدة عنق. وثم أكد رئيس
الجمهورية أمام رئيس وزراء إيطاليا أن الحكومة سوف تعمل بذهنية جديدة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن عوامل عدة، منها تداعيات النزوح السوري داعيا الدول الأوروبية إلى تفاهم موقف لبنان، الداعي إلى تسهيل العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى المناطق المستقرة في سوريا وتقديم المساعدات للسوريين في بلدهم لأن ذلك يشجعهم على العودة إليها والمساهمة في إعادة أعمارها. وأشار الرئيس عون إلى أن لبنان ملتزم بتطبيق القرار 1701 وينسق مع قوات اليونيفيل للمحافظة على الاستقرار والأمن في جنوب وزرع الطمأنينة في نفوس السكان. هذا كل شيء نبعد حتى الساعة عودة إلى صوتنا. رئيس الحكومة سعد الحريري الذي عقد جولة محادثات مع نظيره الإيطالي تحدث عن عمل الحكومة المستقبلي. إن المرحلة المقبلة في لبنان هي مرحلة عمل، وهي مرحلة واعدة بإذن الله فيها العديد من الفرص الاستثمارية، خصوصا من خلال تنفيذ برنامج الانفاق الاستثماري الذي عرضته الحكومة اللبنانية في مؤتمر سادر، ومنها ما يتعلق بتنفيذ مشاريع البنى التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص. وإنني أدعو اليوم أصدقائنا الإيطاليين للاطلاع على هذه المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في لبنان. المسؤول الإيطالي شدد بدوره على دعم بلاده للبنان. لبنان والحكومة الجديدة لديها تحديات كثيرة، دولة الرئيس يركز على نشاطات محددة وهي الإصلاح الاقتصادي والبنى التحتية، وكل ذلك ينوي أن تشارك كل القوى السياسية في هذه العملية وأيضا بالمحافظة على النقي بالنفس من الأزمات في المنطقة. بعد زيارته السراي زار رئيس مجلس الوزراء الإيطالي قصر بعبدة حيث التقى رئيس الجمهورية وجرى عرض لسبل تعزيز العلاقات وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين. رئيس الجمهورية شدد على أن الحكومة سوف تعمل بذهنية جديدة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن عوامل عدة منها تداعيات النزوح السوري، ودعا الدول الأوروبية إلى تفهم موقف لبنان الداعي إلى تسهيل العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى المناطق المستقرة في سوريا. ومن قصر بعبدة انتقل كونتي إلى عين التين حيث أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه أثار في خلال اللقاء مسألة البلوك 9 والتعديات الإسرائيلية الجديدة. الإسرائيليين كانوا بعدين 20-30 كيلومتر ونحن بعدنا 20-30 كيلومتر بالبلوك 9. الآن حديثاً جابوا شركة نوبل وشركة إسرائيلية ولزموه هون تماماً محاذي للحدود، يعني مخلين جزء من البيسين وحطوا لهم حد أقصى أفريل 2020 إنه يكونوا مبلشين الحفر. لبنان بيكون بعد مش مبلش الحفر، بيشفطوا لك كل البيسين وجزء كبير من الثروة النفطية. لذلك كان في من الضروري إنه نحذر الشركات من بيناتهم شركة إني وغيرها من الشركات، وهذا الموضوع رح بثيره أنا بفرنسا مع الرئيس الفرنسي أيضا حتى لا يترك مجال، وطبعا إن شاء الله الوزارات ستقوم بواجبها بهذا الموضوع. اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جوبلاط أنه كان يمكن للبيان الوزاري أن يكون أشمل، لكن الموضوع ليس بتعداد بنود إضافية لكن بتنفيذ بند واحد أساسي وهو حل الهدر في الكهرباء. وحذر في تغريدة عبر تويتر من أن أكبر خطأ يكون في رفع التسعيرة قبل وقف الهدر في الجباية ومن سلفة إضافية لمصلحة شبه موجودة. وختم تغريدته قائلا: كلامي ليس خرقا للتهدئة بل توضيحا. وزير العمل كميل أبو سليمان أكد لصوت لبنان أن وزراء القوات سيعرضون في جلسة إقرار البيان الوزاري بند المقاومة بالشكل الوارد فيه، وأعلن عن قرارات جريئة لمعالجة العجز المالي. في عجز للموازنة مهم ولازم يتخذ قرارات جريئة. هلأ مش بالضرورة مؤلمة، بس في عجز يمكن يتخطى الثاني 11% من الناتج الإجمالي المحلي، مسؤولية تقضي أنه ناخد قرارات صعبة. إذا غرق مركب سيغرق الجميع، يعني مجبورين ناخد مسؤوليتنا بجدية وناخد قرارات صعبة. النائب السابق مصطفى علوش رد على الأمين العام لحزب الله معتبرا عبر صوت لبنان أن المقاومة صارت في مكان آخر بعيد عن إسرائيل.
البند المتعلق بالمقاومة أصبح بند من دون أي معنى ومن دون أي حالة حقيقية، خاصة أنه حزب الله مشغول بشيء آخر ما له علاقة بمقاومة إسرائيل بهاللحظة. إيران هي بحاجة من يدافع عنها. نشوف كيف عم يصير الضربات المتتالية على المواقع الإيرانية داخل سوريا من دون أي رد. ورفض علوش جنوح حزب الله إلى علاقات مع إيران تقوم على حساب العلاقات اللبنانية العربية والدولية. إذا بيقرروا اللبنانيين أو تقرر الحكومة اللبنانية أن تغير توجهاتها الاستراتيجية بالنسبة لعلاقاتها مع بعض الدول، فهذا بده ينبحث بمجلس الوزراء. مباشرة إلى الزميلة مجدلين عيد في خبر جديد. نعم باسمة، تواصل المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله محاكمة المقرطن إلي غبش والمقدم سوزان الحاج حبيش بجرم فبركة ملف لزياد عيتاني والتدخل بهذا الجرم. وأريد أن أشير إلى أنه في هذه الأثناء باشرت المحكمة العسكرية استجواب المقدم حبيش فيما أسند إليها، في وقت لفتت عدة نقاط في جلسة اليوم، حيث أنه في بداية الجلسة طلب محامي غبش الذي كان ماثلا قبيل لحظات في جلسة أخرى من هيئة المحكمة قياس ضغط الدم باعتبار أن موكله يعاني في القالب مشكلة خلقية في القالب تؤثر على تركيزه، فطلب رئيس المحكمة أن يقاس ضغط دم غبش قبيل البدء بالجلسة لمعرفة ما إذا كان سيسير بالجلسة أو يتم إرجاؤها، ما أثار حفيظة محامي الدفاع عن حبيش باعتبار أنه كان مركزا في الجلسة السابقة وطرح علامات استفهام على هذا الإجراء. وبعد قرابة 15 دقيقة أدخل غمز مجددا إلى قاعة المحكمة حيث بشر بالاستجواب مجددا حول الرسائل النصية ومن طلب منه فبركة هذا الملف، وأشار ولوحظ أن هناك عدد كبير من التناقضات بين ما أشار إليه غبج في جلسة اليوم وما كان أشار إليه في الجلسة السابقة، ما أشار أيضا حفيظة محامي الدفاع ولا سيما الوزير السابق رشيد درباس الذي طرح عدد كبير من الأسئلة على غبج، وتبين أنه قبض مبلغ مالي قدره $1,600 من أمن الدولة حسب ما أشار باعتبار أنه مخبر لدى هذا الجهاز، بعدما أعطاهم اسم زياد عيثاني المسرحي وقالوا له أنه يتم التعامل مع العدو الإسرائيلي منذ قرابة السنتين. إذن المحكمة العسكرية باشرت الآن باستجواب سوزان الحاج فيما أسند إليها. مزيد من التفاصيل باسمة في نشرة الخامسة والربع. شكرا للزميلة مجدلين. جريصاتي يبدي نيته الاطلاع على خطة الكتائب لملف النفايات بعد الفاصل. حوار أونلاين. الحكومة الجديدة وبيانها الوزاري والتحديات المقبلة اللي ناطرتنا، اليأس والإحباط أو الأمل، بدنا نتأمل بلبنان جديد، كل هالمواضيع رح نبحثهم أنا إلي ماروني معكم بحوار أونلاين. انطرونا وطرحوا أسئلتكم. حوار أونلاين مع جورج العلي الجمعة بعد نشرة أخبار الخامسة والربع عبر صوت لبنان. رأى وزير البيئة فادي جريصاتي عبر برنامج نقطة على السطر من صوت لبنان وجوب إبعاد النفايات عن السياسة والتجاذبات. بدأت له صرخة بيئية كتير كبيرة اليوم. أول شيء بتتعلق بصلاحيات وزارة البيئة، بتتعلق بميزانية وزارة البيئة، وهيدا عم بحكي الحكي اليوم ليسمع كل مسؤول
إذا هيدي الحكومة ما حتغير أدائها تجاه البيئة، وإذا هيدي الحكومة ما حتغير ميزانية وزارة البيئة أو تعطيها الطاقم البشري، نحن عنا 100 موظف بوزارة البيئة. لازم الشعب اللبناني يعرف كل يوم عبكرة بده يسب البيئة أو يسب وزارة البيئة، يعرف شو أعطيناها لوزارة البيئة. مش نحن نحكي بالوزنات، حاسبوها على الوزنات اللي أخذتهم وزارة البيئة. النائب الياس حنكش سأل عبر البرنامج عينه هل سنثق في الطبقة عينها التي أدارت ملف النفايات، وقال إن وزير البيئة أبدى نيته الاطلاع على خطة الكتائب في هذا الموضوع. اتصل فيه امبارح وحابب هو يطلع على الخطة اللي مقدمها النائب سامي جميل بال 2016، ورح يتم لقاء بينه وبينه واطلاعه على الخطة. المشكل انه وزير البيئة ورتين من سلفه استلشاء ومشكلة كبيرة، ومن اسلافه والطبقة السياسية والاحزاب اللي وافقت على هالخطة يلي وعدوا الناس بمواصفات عالمية ورقابة مشددة، وشفنا عم ينكبوا بلا فرز. وكمان مجلس البناء والاعمار حكي كثير عن مراكز معالجة بالمناطق، وكان بده يحرروا، واللي هن القيمين على الخطة نفسهم يحرروا أموال البلديات وحث البلديات أنه تعمل مراكز فرز على النطاق البلدي. كله هيدا ما صار. ما هي القراءة الاقتصادية للبيان الوزاري الجديد القديم؟ الجواب مع ميشيل الصيفي. وعدت الحكومة الجديدة ببيان وزاري منجز بشكل سريع ومن دون خلافات، فصدقت في الأمور السيادية بقي القديم على قدمه، ولم يحصل سوى بعض المناقشات لتسجيل موقف ليس إلا. أما الجديد في البيان فكان ما يتعلق بإصلاحات ومشاريع سادر. فما هي القراءة الاقتصادية لهذا البيان؟ الجواب مع وزير الاقتصاد السابق علاء حكيم. اقتصادياً ما بنقدر نقول إلا أنه هو كامل ومتكامل، ومن هالناحية هيدي إن شاء الله يقدر ينطبق هالموضوع وبأسرع وقت ممكن. كيفية التطبيق هو السؤال الكبير، المدة الزمنية لهالتطبيق كمان سؤال كبير نتسأله كلنا سوا. بعطيك مثال إنه في نقاط كتير مهمة داخل البيان بسمون موكلة، يعني كلمات مهمة جدا هي محور وركائز الثقة بالاقتصاد اللبناني. بس نحكي عن التصدي للخلل الإداري والفساد المالي والتهريب الضريبة، بس نحكي عن موضوع ترشيق وترشيد الإنفاق وملك الدولة اللبنانية، مكافحة الفساد، تحفيز النمو، وما هنالك من قرارات وتشريعات. البيان الوزاري ذكر قرارات وتشريعات وإصلاحات جريئة قد تكون صعبة ومؤلمة، ما أبرزها؟ مجدداً مع حكيم. بس نحكي مثلاً عن استقرار مالي ونقدي، هيدي نقطة كتير مهمة، مع تخفيض نسبة الدين العام وزيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الخزينة. ومن هالمنطلق نتمنى نحن إن شاء الله الحكومة من هالمنطلق تقدر تحافظ على مستوى عجز السنة الماضية. هيدا تحدي كبير، خاصة صرنا بشهر شباط 2019 وما يمكن أن يؤثر سلباً على هالجهد اللي راح ينعمل، ولكن نتمنى انه انا اكون غلطان ويكون يتوصل هالموضوع باسرع وقت ممكن، بدون ما ننسى انه في الغاء لبعض الوزارات اللي اليوم ما بقى نحن عايزينهم، كمان هيدي خطوه ايجابيه، ولكن من ناحيه تانية ما يكون في استبدالها بوزارات كمان نحن مش بحاجه لها. اذا تجربه لبنان مع الحكومات السابقه وبياناتها الوزاريه رسخت مبدا ان بنود هذه البيانات تبقى حبرا على ورق، وغالباً لا يطبق منها شيئاً. فهل تسري القاعدة أيضاً هذه المرة ولا يتحقق شيء من هذه الإصلاحات؟ أم سيكون للقاعدة استثناء؟ ميشال الصيفي، صوت لبنان. في ساحة النجم جلسة للجان المشتركة تبعتها رنا ريشة. استكمالاً لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء شهادة الضمانة العقارية، انعقدت جلسة للجان المشتركة، وقد نوه نائب رئيس مجلس النواب إلي الفرزلي بأهمية هذا القانون في تحريك العجلة الاقتصادية، والذي يكمن في تقديم عقارات للمصارف مقابل فوائد وشهادة إيداع. بيقدم عقار للمصرف بياخد مقابل ذلك شهادة إيداع، بياخد عليه فايدة ويستمر في استثمار عقاره. يستمر باستثمار عقاره، وهذا بيت القصيد، وهذا نية منصرفة يعني على أن يستفيد من ذلك أصحاب العقارات الصغيرة في المناطق النائية، لأنه البنوك ما بتدين هؤلاء،
ولكن هذا لا يمنع أنه كمان أصحاب العقارات في المناطق الأساسية ممكن استفادة من هذا القانون. فمن هون أهمية التنبه جدا ودراسة هذا القانون بعمق وبروح إيجابية. النائب شامل روكوز أعلن عن تقدمه باقتراح قانون لإنشاء نيابة عامة لمكافحة الفساد تكون متخصصة، وذلك للإسراع بالوصول إلى نتائج في مكافحة الفساد. هيئة وطنية لمكافحة الفساد بيطبع نيابة عامة لمكافحة الفساد، قاضي تحقيق متخصص لمكافحة الفساد، وضابطة عدلية لمكافحة الفساد. هذه كلها سوا بتوصل للمحكمة اللي هي ممكن تكون محكمة عادية. نتيجة مسار هالأمور إذا لقينا المحكمة العادية غير كافية لهذا الموضوع، ممكن يستتبع بمحكمة خاصة لمكافحة الفساد. من هون الأمور كلها بتنحط بإطار واحد وبتتاخد باتجاه واحد تنكون أكثر فعالين وسريعين ودائقين بمكافحة الفساد. جلسة اللجان النيابية المشتركة أرجئت إلى 7 من آذار المقبل ليتم استئناف البحث والإجابة على تفاصيل القانون الرامي إلى إنشاء شهادة الضمان العقارية. من مجلس النواب، رنا ريش عيد، صوت لبنان. يزور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لبنان يومي الأحد والاثنين المقبلين. تفقد وزير الاتصالات محمد شقير أوجيرو معربا عن افتخاره واطمئنانه، ومؤكدا بذل كل الجهود لتصل الإنترنت من بيروت إلى أصغر قرية في لبنان. كما قال: تسلم الجيش اللبناني من جهاز الارتباط التابع لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان المواطن عمر الحكيم، الذي كان قد تسلل أول من أمس من مزارع شبعة إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب ما جاء في بيان لقيادة الجيش. أكد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أن إيران وحزب الله يتمتعان بنفوذ في فنزويلا وفي جميع أنحاء أمريكا الجنوبية، وقال: لا يعرف الناس أن لدى حزب الله خلايا ناشطة وأن لدى الإيرانيين تأثيرا على شعب فنزويلا والقاطنين في أمريكا الجنوبية. تزامنا أكد رئيس هيئة الأركان الإيراني أن لا مساومة بشأن برنامج إيران الصاروخي ولنفوذها الإقليمي، مشددا على فشل أي ضغوطات وعدم الخوف من التهديدات الأمريكية، وأشار إلى أن يد إيران ممدودة لجيرانها لمحاربة الإرهاب معا. أكدت الرئاسة الروسية أن موسكو لا تتنافس مع واشنطن في فنزويلا، وهي تتبادل وجهات النظر مع شركائها الآخرين. إلى ذلك اعتبرت الخارجية الروسية أن أي تدخل عسكري في فنزويلا ستكون له تداعيات خارج هذا البلد أيضا. أما نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف فرأى أن خيار استخدام القوة ضد فنزويلا سيكون كارثيا، مشيرا إلى أن على واشنطن أن تدرك أن هناك بديلا للنهج الذي تعتمده حيال تلك الدولة. أبدى وزير الخزانة الأمريكية ثقته بإحراز تقدم في خلال المحادثات التجارية مع الصين، مضيفا أنه سيتوجه إلى بكين الأسبوع المقبل، وأشار إلى أن واشنطن تبذل جهدا كبيرا للتوصل إلى صفقة تجارية نهائية مع الصين، وكان البيت الأبيض قد حدد سابقا الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق مع الصين في 2 من آذار المقبل. توصلت الحكومة التونسية مع اتحاد الشغل إلى اتفاق لزيادة أجور 670 ألف موظف عام. وقعت السعودية مذكرات تفاهم واتفاقات في لندن لدعم تطوير قطاع الترفيه في المملكة. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو غدا غائم جزئيا مع أمطار محلية صباحا تشتد غزارتها بدءا من المساء، وتكون مترافقة مع برق ورعد، كما تنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح من حين لآخر. كان في هذه النشرة جلسة ثانية للحكومة لإقرار البيان الوزاري قبل المحطة التالية في مجلس النواب، والحريري يحدد البرنامج الحكومي المستقبلي. المرحلة المقبلة في لبنان هي مرحلة عمل، وهي مرحلة واعدة فيها العديد من الفرص الاستثمارية. جولة لرئيس الوزراء الإيطالي في الربوع اللبنانية، وبري ينبه إلى موضوع التعدي الإسرائيلي على البلوك 9. من الضروري أنه نحذر الشركات من بيناتهم شركة إني، وهذا الموضوع رح بثيره أنا بفرنسا مع الرئيس الفرنسي أيضا. ظريف في بيروت في نهاية الأسبوع،
موسكو تؤكد عدم التنافس مع واشنطن في فنزويلا. من صوت لبنان استمعتم إلى نشرة للأخبار.